في هذا الفيديو غادي نشوف واحد المغربي في الجزائر خرج كيقول المغاربه اللي خرجوا مظاهرات في مايوركا في اسبانيا ضد الجزائريين، علاش خرجتوا نتوما المظاهرات؟ واش حنايا ولينا اسبانيين ياك نتوما اصلا مغاربه؟ هذا الشيء اللي نشوفوه مع هذا المغربي المقيم في الجزائر. تفرجوا في الفيديو حتى النهايه. اهلا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نتكلموا حتى على الموضوع انا الصراحه ما كانش على بالي به، اللي هو بعد وحدين في اسبانيا ولاد اسبانيا الصبليونيين داروا مظاهره باش يطردوا الاخوه الجزائريين. احنا ما على بالناش علاش ناضوا هذوك داروا مظاهره، احنا ما عارفينش هذوك الصبليون بلادهم ناضوا داروا مظاهره ضد الجزائريين باش يطردوهم من هذيك البلاصه، حتى الان احنا ما عارفينش علاش. ولكن غريب الامر هو انه بعض المغاربه جايين من المغرب اسبانيا ودايرين مظاهره مع هذوك الصبليونيين كيتعاونوا معاهم ويتضامنوا معاهم باش يطردوا الجزائريين اللي في اسبانيا. حماق هذا. انت كمغربي مشيتي اسبانيا حراق باش تسوي الوضعيه ديالك وباش تبدل باش تطور من نفسك زعما وباش تعاون راسك وتعاون ولادك ووالديك وكذا، انت هذيك بلادك باش تطرد الجزائريين ولا تهضر على الجزائريين باش يطردوهم؟ واش بلادك؟ ايوا انا ولات اسبانيا تاعنا اخوتي تاع المغرب. انا ما على باليش، انا ما على باليش. انت يا كمغربي اش دخلك في هذه القضيه هذه؟ انت اش دخلك؟ هذا هو السؤال المطروح. هاد المغاربه اللي ناضوا كيتعاونوا مع هذوك الناس تاع اسبانيا اللي دايرين هاد المظاهره، انت شنو غتستافد من هاد القضيه هادي؟ وعلاش درتو هاد القضيه هادي؟ انا كنهضر مع هاد الاشخاص هادو، علاش نتوما نطو تجرأتو وكديروا كتعاونوا مع هادوك الصبريونيين باش تطردوا خوتكم الجزائريين؟ شستفدت؟ سبت والو. ونسيتو المغاربه اللي عايشين في الصبريون اللي كتعاونوا مع الصبريون باش يطردوا الجزائريين؟ نسيتو بلا كاينين بزاف ديال خوتكم المغاربه في الجزائر؟ نسيتو؟ عدد لا يعد ولا يحصى. اضعف 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 الايمان غادي تكون واحد 600000 700000 800000 شخص مغربي كيتقوت من الجزائر. واش بان لكم اخوتي في هذا البلان؟ تبقاو غير زايدين نتوما، غير زايدين غير زايدين غير زايدين، غير كتكبروا فيها. والله الا بقات مستغربه اخوتي انا في هذه القضيه هادي. راه عيب وعار، عيب وعار. نوصلوا حنا مسلمين، دابا انت مغربي مسلم وخوك الجزائري مسلم، كتعاون مع الصبليونيين اللي هما نصارى باش تطرد خوك باش يطردوا خوتك المسلمين. هكا باش من ينوضوا جزائريين يطردوا في المغاربه اللي في الجزائر، تقولوا لا هادو حقارين وماشي ملاحهم، تردوهم هما اللي حقارين وانتم اللي بديتوهم. ديما كتبداو واحد الصوالح اللي كارثه، ومن بعد ملي كينوضوا الجزائريين يدافعوا على راسهم كتقولوا لهم انتم اللي ماشي ملاح. يا هضر اخوتي كي بان لكم في هذا البلان هذا؟ انا والله ما كان على بالي به، من بعد درت بحث منه وكنلقى الحيه هذي. واش هذا؟ تسمى دابا صاير، تسمى صاير باش توصلوا لواحد الدرجه ديال الكراهيه لاقصى درجه. الهدف ديالكم الكراهيه لاقصى درجه. وانايا حسب رايي الشخصي على بالك كي كتبانوا دابا نتوما هاد المغاربه قدام هذوك الصبريونيين اللي دايرين مظاهره على الجزائريين، كي كتبانوا لهم نتوما غير دير واحد التحليل في عقلك كيفاش انت راك كتبان دروك. نتايا كمغربي وجزائر الحدود متقاربه وبيناتنا بزاف الامور واحد التقارب، ونتايا كتنوض كتحرض على خوتك الجزائريين وانت مغربي، وكيشوفوا فيك شوفوا فيك لا علاقه، ما صالحش ما صالحش المجتمع تما على بالك يولي العكس، يولوا يطردوكم نتوما
ويخليو الجزائريين هكا تولي على حسب التفكير هاد ديالهم غادي يقولوا شوف هادو خوتهم وحداهم ومسلمين والاسلام وشوف شنو دايرين كيتعاونوا معانا حنايا. والله تصدم اخوتي من الامر انا ما كنتش كنتوقع غادي نوصلوا لهاد الدرجه، ما كنتش كنتوقع الدرجه كامله غادي نوصلوا لانه مغاربه غادي يتعاونوا مع الصبريون باش يطردوا الجزائريين. بيناتهم انت واش دخلك انت اصلا هما التعاون مع والتعاطف مع خوتك الجزائريين الا كانت شي حاجه دروك انا ما عارفش السبب شنو هو، خصك تكون كاباب تبين الرجوله كمسلمين زعما. لكن لا، لا اله الا الله محمد رسول الله وسير الله يهدي ما خلق وما تعمروش راسكم. وكاينين بعض الاشخاص كيبروفيتيو هاد لوكازيونات بحال هادو، دوك هادو كيستغلوا الفرصه انه بحال هاد النقاط هادو كيتبارطاجاو بزاف باش هما باش يزيدوا يحرضوا على الكراهيه وباش يطلعوا في ليبي. كيخدموا على هذا المشروع، هذا راه مشروع عندهم مغربي جزائري فيما توقع شي حاجه كينوضوا كيراهم صيوا ويتكلموا عليها. خوتي الجزائريين هذا راه كيمثلوش المغرب كامل، راه كله كيمثل نفسه. ديما كنبقى نعاود نفس الهضره، كله كيمثل نفسه. هادوك اللي ناضو داروا هاد البلبله وكذا وبعض الاشخاص شحال يكونوا 10 20 30 40 50 كيمثلوا نفسهم. هادوك في تالي ايامهم هادوك هما اللي رجعوا للمغرب، غير ربي غادي يخلص فيهم بلا حتى شي حاجه، ربي غادي يخلص، ربي كيشوف. فهمتوني؟ هادي يا خوتي لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يهدي ما خلق. خلونا الراي ديالكم في التعليقات واش بان لكم في هذا البلان. انا الصراحه تصدمت، انا مصدوم على هذا، ما كنفهمش كيف المغاربه يديروا هذه القضيه هذه. والله ما تخديش راسي اخوتي، ولكن ملي شفت بعض الفيديوهات بانوا لي في هذوك المظاهرات كيهضروا مغاربه كيهضروا، والله اعلم اخوتي والله ما نعرف. انا فقط ما بغيتش نخلي هذا الامر هكايا فارغ، وغادي نقول هاد المغاربه هادو الله ينعل اللي يحشم، الله ينعل اللي يحشم. خوتكم المغاربه في الجزائر بالالوفات خدامين هنا بالجزائر ويتعاملوا معاهم والدوله كتسمح لهم باش يخدموا، واصلا ما كاينش مغربي في الجزائر عنده حق يخدم قانوني، اغلبيه ما كيخدموش قانونيا، ومع ذلك الدوله متعاطفه معاهم والشعب متعاطف معاهم وكيخدموهم. والجوينت هما مغاربة في اسبانيا الغربة وتحرضوا على خوتكم الجزائريين. أي بوعار والله إلا أتأسف، أتأسف إلى هاد الحد اللي وصلنا له، لهاد الدرجة ديال الكراهية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن بعد كيتنوض شي حاجة عاوتاني العكس، يقولوا الجزائريين تعاونوا ضدكم نتوما هذوك المغاربة اللي درتوا هذا الأمر هذا، يوليو الجزائريين ما يسواوش. ديما نتوما كتضربوا في الاول وملي كينوضوا هما يردوا كتردوهم هما اللي ما يسواوش. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا اله الا الله محمد رسول الله. اختي يعجز اللسان عن التكلم، صاي كتبلوكا كنحبس انه ما عرفتش هاد الطينه وهاد البشر كيفاش كيفكروا، منين جايين، منين جايين، منين جايين هاد المغاربه اللي داروا هاد الفعل، منين جايين، شكون نتوما؟ غير وضحوا لنا اذا كنتم ماشي مسلمين قولوا لنا، حنا حنا مغاربه ماشي مسلمين باش حنا نعرفوا، نعرفوا باش نفرقوا. اذا كنتم مسلمين راه ما تما اسلام هذا، راكم مكحلين لا جدا. تاوال هذا، تاوال هذا، تاوال هذه المصيبه الكحله، شوهتونا وبهدلتونا، والله الا ولينا نحشمو قسما بالله وليت نحشم انا. هي زايدين فيه كل مره تخرجوا لنا خرجه جديده، الله ياخذ الحق، لا حول ولا قوه الا بالله. عندي ما نقول اخوتي، صاي هذه هي، وما تعمروش راسكم وربي كبير، مازال لي ايام. هاد الاشخاص هادو غادي يخلصوها غاليه ان شاء الله. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، الى عجبك الفيديو خلي لايك ونا الاراء ديالك في لي كومونتير. تهلاو.